يعني تظهر شيء وتظلم الأشياء هي مهارة كبيرة، وأظن بلي فيها جهد كبير بزاف باش الإنسان يكون منافق، ويقدر بلي متعب نفسيا. صح. تخيل بأنه أنا ما نحبكش ولكني أتظاهر بأني نحبك كل يوم. مسأل وأصطنع الابتسامة ونخرج معاك ونتقهوى معاك، صعب كبير جدا. يظهر بأنه المنافق الاجتماعي هو إنسان ضعيف شخصية وما عندوش ثقة في نفسه. علاش لماذا ينافق؟ هو لتحقيق مصلحة، واعتقد عادة أنه تحقيق المصلحة واعتقد بأنه المصلحة تاعك موجودة عند الآخرين وبشدة، هذا دليل بأنه عندك مشكلة في الشخصية تاعك، لازم الإنسان يراجعها. كاين مشكلة في ثقة تاع النفس، ولكن أيضا كاين مشكلة أيضا متعلقة بالبناء الاجتماعي اللي ننتمي إليه، لأنه المجتمع اللي تنتمي إليه يقدر يقوي لك النفاق الاجتماعي كما يقدر يحبط لك النفاق الاجتماعي.